السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاعي يلقاكم بصحه جيده يا الحلوات الشابات اللي نبغيكم ونتمنى لكم كل الخير، ربي راه عالم. المهم لا علينا، بغيت نقول لكم شيرات باش تعيشي اليس في حياتك، ديها قاعده من عندي انا، جدتي الله يرحمها مدخلت لي هاد القاعده في راسي. عايشه اليس، بنعمر راسي، منخدم راسي، ما ويلو كومونتيرنا هو التالي، داك اللي يكتبوهم شي شباب يحسبوا روحهم طيحوا لي المورال، يا وطريط كتبي على روحك، انا ما باليش بيك، انا نفرح غير بدوك لي كومونتير الشابين اللي عكسوا الشخصيه تاع نعرف بالله ومتبعوا فيا ناس راقيه، ناس تفهم، ناس هكا، ربي يخليهم لي ان شاء الله ويحفظهم العائله تاعي. المهم ديري قاعده في راسك، هذيك تاع اللي كانوا يقولوها لنا بكري، لعبها بغل واستغل، صاي جمعتي في جماعه شهدوك قال ما شتش، سمعتي هدره قال ما سمعتش، ما شفت ما سمعت ما قريت ما قلت ما والو، لعبيها بوهاليه راكي فاهمه، لعبيها بوهاليه في الدنيا، ما تلعبيها تفهمي والو، باسكو الا جيتي تفهمي فهموك ويديروك باللي انتي وانتي 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 وانتي. الوغ قيسي كلش موراك اختي، لعبيها بغل وصغل، يجي واحد يدير روحو يستفهم عليك يبغي يوري لك حاجه، زعما ديري روحك ما تعرفيهاش نورمال، وانتي من الداخل راكي تضحكي عليه. والله هو تطبقي هاد القاعده كيما راني نقول لك يا اختي، لا عشتي اليز و تري 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 بيان. المهم لا علينا، نبدا الفيديو تاعنا خواتاتي، على بالي بلي غادي يخرجوا لي المتتبعات اللي راهم كونتر الناسيمه ويقولوا لي علاه راكي تهضري في هذه الهضره. بغيت نقول لكم شيرات خواتاتي، انا اللايف تاعها هذا شخصيا تفرجته، كانت هي وبنتها في المول ويقارعوا الراجلها نورمال، الوغ جوست بور غير دارت روحها قالت لكم الشيرات دوك تشو نلعبها نطلب ونشوف زعما رده الفعل تاع السويديين. بداو الدنيا يرفدوا في هذا الفيديو، يديروا لها يقلعوا يقسموه ويخلوا غير الفيديو تاع هذا اللي راهي عند المول دايره روحها زعما تطلب، وبداو نسيمة طاحت بها راهي تطلب نسيمة الشيرات، قسما بالله دوها من عندي هذا الفيديو انا شخصيا تفرجته وفريمون راني مشوكيه، وكتبت لي كومونتير بلي كاع ما كاش منها. وزيد انا اللي راهي غايدتني زعما انا بنات بلادي، ربي عالم انا مشي نكرههم اللي راهم في الغربه، ربي راه عالم انا يا نبغيهم ونتمنى لهم كل خير، انا ما نبغيش ديك اللي تزوخ وما نبغيش ديك اللي تفرعن اللي حاسبه روحها راهي عايشه فوق الكره الارضيه، ماشي في الكره الارضيه، فوقها في السماء طايره، هذيك اللي ما نبغيهاش انا، يا علاه نهدر علاه ننتقد ومن حقي هذه حريه راي. الوغ مانيش نبغي هذيك تاع مني بزاف هالمدبوغه ها فارزيكو، حرام عليكم، على بالكم بلي راكم تدو في الذنوب بلا ما تعباو، قسما بالله باسكو انا شت لايفات ولا شت لي فيديو تاع فاطمه بورتون اللي راهي هي وياها ماشي راهم متفاهمين، مي عمرها ما نعتتها بهذا الاسم ولا عمرها ما عايرتها بهذا الاسم اللي راكم طالقينه فيها خلق الله. ولا بو كي تكون وحده سمراء ولا تكون وحده زرقاء ولا ربي عاطيها لابو كحله، حرام عليكم تقولوا عليها المدبوغه، باسكو روحوا نقولكم انا ماشي راني ضامنه معاها ضدكم، لا انا غادي نقولكم غير وحده المقوله، من بكري يقولوا اللي تكون زرقاء تكون فحله، قسما بالله هذه من بكري يقولوها. لا علينا دربك، نرجعوا لموضوعنا. دوك نسيمه دابزت مع مكاديمان، دوك حنا الشعب شا دخلنا، ايوا تبداو تطلعوا في لي فيديو ولا بكم غير زعما ها قولوا نورمال ما فيها والو، عادي كاع رانا نديرو في فيديوهاتنا نقارعوا لي زابوني نقارعوا لي في نقارعوا، واحد ما يكذبش وما كاش واحد اللي تكتب لي في الكومونتير بلي راكي ديري فيديوهات تقارعي لي بيج، انا ماشي نقارع لي البيج يديروه بالزلاط، فهمتي راهي عارفه روحها اللي كتبت لي كومونتير البوز بيديروه بالزلاط، انا نقارع لي زابوني طلعوا لي العائله تاعي تكبر لي، ما نكذبش عليكم انا حليت القناه باش يطلعوا لي زابوني باش يطلعوا لي فيو ومنولي نخلص على قناتي، هاو حسدتوني ولا حوجيها، ما كاش العمل في الجزائر كاين اليوتيوب، بالك ربي رزقنا من جهته حسبنا الله ونعم الوكيل، هاو سي نورمال نديروا قنوات باش هاو باش نقولوا البع، لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم نرجعوا لموضوعنا، دوك نسيمه دارت اللايف ودابزت عايرت ودابزت والله سهل،
علاه تروحوا تربدوا اللايفات؟ نحاول نفهم. انا اللي راهي خلعتني دروك المشكله راه بين زوج بنات ولا زوج قاقق، راكم فاهمين. دوك الرجاله اللي مش الغمين دوك شي دخلهم موضوع بين شيرات بين نساء بين كون تزوجوا بكري كرام جداتات ايا، والرجاله شي دخلهم؟ اختي مشي قناه ومشي زوج ومشي ثلاثه يرفدوا في اللايفات فوالا. ناسي ما تعير في مكاديمان وعليك مكاديمان بحق الرد. شد السينما الرجال، روحوا خدموا على ديوركم، خدموا على نساكم، خدموا على ماتكم اخواتاتكم. كاي الاخت راهي تجهز كالي. لا اله الا محمد رسول الله. من ولاو الرجال يدخلوا في مشكل تاع النساء في اليوتيوب؟ ما بقى والو، ما بقاو رجاله في ذا الوقت. لا اله الا محمد رسول الله. راجل بكري كنا قليل وين نسمعوا راجل، قليل وين نسمعوا راجل دخل في مشكل تاع عمره ضربك راي اغوغو جاي ومشى الغمين. عاجبتك شلغمتك وعاجبتك لحيتك وكاع؟ ياه والله لا عجبه، قسما بالله والله لا راني مشوك. يا نقسم لكم بالله يا خواتاتي، انا كنت نقول مشكل بين اللي قلنا ينتحل بيناتهم الله يسهل عليهم، وما اصلا هم في داك الميليو الله يسهل عليهم. سي كيف كيف زعما مين هذه كاين متزوجه؟ الله يسهل على كل واحد، كل واحد يدخل قبره وكل واحد ربي غادي يحاسبه. حنا ماناش نهضروا على صوالح دايرهم ولا صوالحهم يديروهم ولا الدقان ولا الشراب. الله يسهل على كل واحد، وكل واحد عنده تاصيله يحشم عليها. احنا رانا نهضروا على الرجاله اللي دخلوا الموضوع اللي دخلوا. شكم تديروا هنا مشكله بين النساء؟ لا اله الا محمد رسول الله. ولا يروحوا تاني المنير يقولوا شوفي لنا لايف. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله ياخذ فيكم الحق. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. في كل راجل قال في اللايف عن منيره شوفي لي. لا اله الا الله محمد رسول الله. وقت لحقنا. هذيك بعد الضرطه تقول قرات في جامعه بوسطن للفلك. لا اله الا محمد رسول الله، قسما بالله ولات شوافه بطي لايف. ايوا الرجاله كي دايرين ويخرجوا معها المشكله في اللايف، يخرجوا معها بوجوههم بوجوههم. يبدا مرتي وهراني مدابز مع مرتي، عندي مشكل مع عائلتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. خديت في ريحه الرجله وما فيكمش. سيد السليمة الراجل في الجامع يصلي في وقاته، الراجل مع وليداته، الراجل خدام على شره، مش راه مقابل اللايف. منيرة شوفي لي دابز مع مرتي، واه ما دامتي دابزنا البارح. هاو سي نورمال تصرى المدابزة بين اي زوج متزوجين ولا زوج محبين ولا هيدي السينما. تجي تقول له واه راه في خاطرك حاجه، هو سي نورمال كاع حنا الجزائريين في خاطرنا حاجه. وراك تجمع في القهوه بزاف، والراجل كاع يجمع في القهوه بزاف سيغتو الا كان يكمي الدخان. هادي ما حاجه بزاف. اي هو واه واه راني نجمع في القهوه ايه بوجهك صحيح يا المشي الغم مبهدل، ما تحشموش كاع بوجوهكم ديركم كابتوريت. هيا ويبهد لكم. شوفوا الرجال راهم يشوفوا لايف. وقت الحقنا حسبنا الله ونعم الحمد لله يا ربي. راجلي راجل وخوتي خوت، رجال الحمد لله يا ربي. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله بغيمو ما المهم ما كديما راكم تحوسوا عليها حق الرد ولا ما تحقش الرد. الله يسهل عليها ترد عليها ولا ما تردش عليها. هي بالك اصلا ما شافتش هذاك اللايف تاع نسيمة، علاه تروحوا تقولوا لها ردي حق الرد وتروحوا ديروا اونريجستريل هذاك اللايف وتبداو تنشروا فيه في الانستغرام؟ علاه ما تحشموش؟ تخافوش ربي؟ طفوا نار الفتنه مالكم، طفوا نار الفتنه. كليتوا بعضكم بعض في الغربه نورمالمون ترفدوا بعضكم بعض، راكم تاكلوا في بعضكم بعض. وشوفوا المشكله راهي تخرج من الرجل. انا نحير كيفاش راهم يدخلوا في اللايفات تاع النساء. بورتون شحال من وحده تكون دايره اللايف وندخل انا نتفرج تقول لهم خرجوا، انايا دايره القناه سوا قناتها ولا سوا لايفها للنساء، تقول لهم انا للنساء فقط. تو لو يكتبوكم يا عجبه، مين تبغى دير اللايف تكتب للنساء فقط.
ابني راكم تحامروا كلش عندها الصح. هذيك اللي قالت لك وراهم الرجال ما بقاوش الرجال صوالح اللي راهم يديروا من نساء راهم يديروا من رجاله متسابقوا عليهم حسبونا الله ونعم الوكيل. اصلا المشكلة الاولى كان بينها وبين فاطمه. فاطمه مام قبل ما تموت امها الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه ما كانش تهدر على نسيمه. بختو نسيمه كانت في اللايفات تاعها دير لي كلاش تكلاشيها هكا سون فيغ اتونسيون تقيس لها كلمات. بصح الشعب تاعنا يروح ديريكت كوبي كولي يرسلوها لفاطمه صح فاطمه ما تحواش علاه خرجت تمره ما ايفيتات المشاكل. بصح انتوما لا اله الا الله محمد رسول حوجي جديد الحي شو دا وقت لحقناه تموتوا على الفتنه وتموتوا على الفسق وتموتوا يا لطيف يا لطيف. واحد يكره واحد واحد يكره واحد حوجي شبي نقولكم الله يهديكم. فاطمه من هذا المنبر الى شفتي الفيديو تاعي بغيت نقول لك اختي ارجعي لنا للميدان توحشنا التحواس معاك. انا شخصيا عرفت فرنسا بيك عاودي رجعي لنا للميدان اختي والله يصبرك ويعطيك الصبر بلا عبر ان شاء الله على الوالدين والله يكمل لك ما تمنى ان شاء الله. وش باغي نقول لكم ان شاء الله تطفى نار الفتنه اللي راهي بيناتكم وانتم غربه رفضوا بعضكم بعض في الغربه نعلو الشيطان الموت راهي رفد رفد واخرتكم اللي ساكنين في الغربه تجوا في الصناديق ما تقولوش ما غاديش نموتوا غادي تجوا في الصندوق وتندفنوا في بناتكم. لا اله الا محمد رسول الله والله ياخذ فيهم الحق اللي راهم دايرين الفتنه. وشابين نقولكم تهلا في روحكم خواتي ما نطوش عليكم فيديو جاي ان شاء الله. سلامه.